معارك مستمرة، لا تكاد تهدأ معها جبهات مديرية المصلوبة غرب الجوف. المديرية الأكثر تعددا على صعيد جبهاتها المشتعلة حربا بين الجيش الوطني المسنود برجال القبائل من جهة وميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى. معارك كر وفر، وعلى هذا الحال مضى أكثر من عامين على سير المعارك في مديرية المصلوب. احتفظ فيها كل من طرفي الشرعية والانقلاب بمواقعه العسكرية وتموضعاته على الأرض في عقب سقوط مركز المحافظة بيد الجيش الوطني صيف 2015، غير أن هذا الأخير وقواته المتفانية والمحمولة برغبة استعادة الدولة من قبضة الانقلابيين ينقصه الكثير من الدعم حتى يتمكن من تحقيق انتصارات جديدة، فضلا عن قرار التقدم والحسم العسكري الذي لم تسمح به قيادة الشرعية المهجرة في الخارج، أو بالأصح التحالف العربي كما يقال. أكثر من 20 مسلحا من الميليشيا لقوا مصرعهم في المعارك الأخيرة بين الجيش الوطني والميليشيا بمنطقتي السداح وملحان والزرقة ومناطق متفرقة من هذه المديرية، والتي تشهد جبهاتها خلال الآونة الأخيرة تصعيدا غير مسبوق جراء تصاعد هجمات الميليشيا بشكل مكثف على مواقع الجيش الوطني في محاولة منها لاستعادة مواقع خسرتها منذ عامين. فضلا عن الأهمية الجغرافية التي تحظى بها المصلوب، المديرية المحاذية لحرف سفيان من جهة الغرب ومديرية أرحب أولى مديرية صنعاء من جهة الجنوب الغربي. معارك مد وجزر لا تخلو من عداد الضحايا الذين يسقطون كل يوم بين قتيل وجريح على امتداد جبهات هذه المديرية التي لم تعد أكثر من جبهة استنزاف وفقا لمعطيات الواقع وتحركات الطرفين على حد سواء. ليبقى السؤال الأهم بالنسبة للمواطنين مدنيين وعسكريين، لماذا لا يتم استكمال تحرير مديرية المصلوب التي يسيطر الجيش الوطني على ما نسبته 90% منها، وإلى متى ستبقى جبهة استنزاف؟ على الجرادي قناة بلقيس الجوف.